السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بلادي 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 لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد أنت آيتي والمراد، وعلى كل العباد تمليلي لك من أيادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. مصر الحياة وحبها الشرف الذي بتراثه العالي أذل وأعجب نفسي وما ملكت يداي لأمتي وسرات آبائي ومن أنا منجب. علمتهم حب البلاد أجنة وتوي تمائم ينصتون وأخطب. مصر هي الحضارة العريقة والتاريخ المضيء. مصر هي منارة العالم القديم ومهد الحضارات. خصها بارئ الكون بالأمن والأمان في كتابه المجيد. شعبها صانع المعجزات وللعالم أجمع على ذلك آيات. ومن هنا كانت الانطلاقة، انطلاقتنا نحن تحالف شباب 30 يونيو لبناء وتنمية مصر. فنحن نريد مستقبلا أفضل لا تعنينا السياسة رغم أهميتها، ولا تهمنا الديمقراطية رغم عظمتها، ولا يلفت نظرنا بيانات حريات بدت كاذبة أحياناً وصادقة أحياناً أخرى من جماعات لحقوق الإنسان، لكننا نرفض هدم الوطن. نسعى لتحقيق حياة أفضل للشباب. نتمسك بالوسيلة بالوسطية بين الدين والسياسة. ولذلك فنحن اليوم في هذا الصرح العظيم الشاهدة آثاره على عظم وعراقة هذا الوطن، جئنا لنقدم معا دعوة لمبادرة تنشيط السياحة. ومن هنا قلعة صلاح الدين الأيوبي تكون انطلاقتنا الأولى إلى أماكن سياحية أخرى، لنرسل رسالة سلام من شباب مصر إلى العالم. والآن مع كلمة المنسق العام للتحالف الأستاذ محمد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، ممثلي الوزارات المشاركة، بسم الله وعلى بركة الله وباسم اللجنة المركزية لتحالف شباب 30 يونيو لبناء وتنمية مصر، وبحضور وزارات الشباب والرياضة والسياحة والآثار والثقافة والداخلية وممثلي هيئة العامة لقصور الثقافة والتنمية المحلية، ندشن مبادرة تنشيط السياحة بعنوان رسالة من شباب مصر إلى العالم. لماذا هذه المبادرة؟ لأن تحالف شباب 30 يونيو شعاره هو بناء وتنمية مصر، والسياحة أحد أهم دعائم التنمية. من أجل هذا جئنا اليوم من 15 محافظة يمثلها 750 شاب وفتاة ليعلنوا للعالم أجمع أن مصر آمنة، وأن الإرهاب قد تراجع وتلاشى، لتعود مصر السياحة الآمنة. وقول يا رب الكون يا كل إسماني، قول يا رب الكون يلي تكالي عليه
Come on.